اهلا بكم من جديد. قبل ما اقدم ضيفي، المعلومه التي لدينا ان مجلس حكماء افريقيا او الوفد الافريقي الموجود الان في القاهره قد طلب من السلطات المعنيه زياره مرسي، واعتقد ان السلطات ربما توافق له وربما يكون الوفد في طريقه الان لزياره مرسي. اي حد بقى معدي علينا هيروح يزور مرسي بقى، اي حد معدي يروح يزور مرسي للتاكد ان هو قاعد وسعيد ومبسوط والكلام. غريبه جدا ان مرسي ما طلبش دكتور العوا محامي له وهو بيقابل أشتون. يعني هل مطلوب الدكتور العوا عندما يأتي له وفد حقوقي، لكن لما تيجي أشتون مش عايزين حد بيننا، يعني مش عايزين أي محامي بيننا، أو الوفد الإفريقي مش عايزين أي محامي بيننا؟ عموما إذا وفد إفريقي ربما يكون في طريقه لزيارة مرسي بعد قليل. اسمحوا لي أن نعود إلى هموم الناس وإلى أحوال الناس، لأن أحوال الناس مش هتقف. الناس لازم تاكل وتشرب وتعيش وتعيد وتاكل كحك وكل حاجة. حياتنا لازم تستمر ولا يوقف حياتنا شيء. وعندنا حكومة جديدة بتحاول أن تعمل، رغم أن أنا شايفة أنها أتمنى أنها تعمل بسرعة أكبر من كده، لكن عندنا حكومة يعني بدأت عجلة العمل تدور فيها. النهاردة هنتكلم عن التموين، كل تليفوناتكم هاخدها عن مشاكل التموين، السلع التموينية، الزيت، النقص هذه السلع، جودة هذه السلع، موضوع القمح. نتكلم عن كل قضايا التموين مع السيد الوزير الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهو أيضا أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية الشرطة، وعلاقته بالتموين وشرطة التموين علاقة قديمة، يعني ابن كار زي ما بنقول، مش حد حديث على هذه المهنة. أهلا بيك يا سيد الوزير. أهلا بيك يا فندم. خليني أولا أبدأ بسؤالك عن يعني هل الحكومة ابتدت تشتغل؟ ابتدتوا يا فندم تشتغلوا ولا لسه العجلة العمل ما ابتدتش؟ شوفي سيادتك، الحكومة دي جاية بعد ثورتين وجاية استجابة لثورة 30 يونيو. أول حكومة تيجي بعد ثورتين هدفها تحقيق مطالب الشعب. الحكومة من أول يوم خدت عهد على نفسها إنها لابد أن تعمل، ولابد أن تعمل تبقى على مستوى الحدث. النهاردة المواطن قدر يغير حاكم ثم حاكم، المواطن اتحرر من السلبية وأصبح إيجابي، يبقى لابد أن احنا تكون حكومة على قدر هذه الـ نقدر نقول الإيجابية. نعم. وأن احنا نستغل هذه الإيجابية بأن احنا نحرك المواطنين إلى الإنتاج بقى. كفاية سنتين خمول، نبدأ نستفيد من هذه الثورة في تحقيق طفرة إيجابية تحقق العودة للاقتصاد، العودة للأمن، وكان الأمن مطلب أساسي، ثم العودة إلى الإنتاج بما يحقق مطالب الشعب. طيب نبدأ بيك، كان عندكم اجتماع أعتقد أمس لمجلس العدالة الانتقالية، إيه التكليفات؟ ماذا دار في هذا الاجتماع؟ والله دار إن احنا في أداء كل وزارة من الوزارات اللي بتحتك بحياة الناس اليومية، إنها لابد أن تراعي أن كان شعار هذه الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية. لابد إن احنا نراعي البعد الاجتماعي في كل قراراتنا. يعني أنا مثلا في وزارة التموين من أول ما جيت، وده كان مبدأ الحقيقة، أن أنا ضد القرارات أحادية الجانب. المواطنين تعبت طول حياتها، نفذ ما يملى عليك. أنا النهاردة في كل القرارات اللي تتعلق بالمواطن الحقيقة يعني اتبعت مبدأ أن لابد أن يكون للمواطن رأي فيها. إحنا بنشتغل بشفافية، إذا كان مشكلة عيش بنجيب المنتجين، بنجيب المستهلكين ممثلين في جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، وإحنا كحكومة بنقعد مثلث متساوي الأضلاع، كل واحد يدلي برأيه. لابد أن المواطن يكون إيجابي فيما يتعلق بقضايا وطنه وبقضايا قوته. والحقيقة دي كان لها نتائج إيجابية حتى في مشكلة المواد التموينية اللي بتوزع بالبطاقات التموينية. أنا جبت مستهلكين وجبت البقال التمويني نفسه وقعدته مع شركات الانتاج وشركات التوزيع اللي بتوزع له، علشان كل واحد يكشف عيوب الاخر ونعرف الخطا فين والخلل فين وعند مين. طب خليني قبل ما ندخل في قضيه السلع التموينيه، ودي قضيه مهمه جدا، لكن عدد كبير من الوزارات كان قد تم يعني حشره بمستشارين من قريبين من الاخوان، من جماعه الاخوان، بالذات وزارات التعليم والصحه. هل وزاره التموين كان فيها هذا؟ كان فيها ايضا. والحقيقه هم انسحبوا مجرد انتهاء عمل الوزاره القديمه ووجود وزاره جديده.
باقي البعض بنقيم موقفه، هل اذا كان ايجابي وكفاءه اهلا وسهلا، اذا كان ما بيؤديش او دون المستوى بنستعيد عنه بالاكثر كفاءه. والحقيقه دي نقطه مهمه جدا، انه يا جماعه يعني لا يجب عشان نكون عادلين بالزبط. ان كان الموظف كفء، ان كان الموظف ايجابي فعلا زي ما قال سيد الوزير، كلنا مصريين وكلنا احنا يهمنا الصالح العام، يعني لا يتم تقييم الناس طبقا لميولهم. لا لا لا، ملهاش علاقه بالميول، الميول دي حاجه شخصيه. هل كان في موازنه كبيره لهؤلاء المستشارين ولا؟ اكيد اكيد. حجمها قد ايه؟ لا هو كانت مرتبات مرتفعه، كانت مرتبات مش هي المعمول بها في القطاع الحكومي. وكان في عددهم قد ايه المستشارين اللي كانوا معينين؟ يعني احنا كان عندنا في التمويل لغايه دلوقتي 22 امتنعوا، وفي لسه الباقي موجود بنقيم ادائهم وكفاءتهم في الاداء. هل عندنا تقييم لرقم الميزانيه لهؤلاء المستشارين مثلا؟ لا يعني هو كانت مبالغ كبيره مبالغ مبالغ كبيرة. طيب خلينا نذهب الى السلع التموينيه، ودي الامور اللي بتهم الناس بالظبط. يعني كان في مشكلات في الحصص، كان في مشكلات في جوده السلع. خلينا نبتدي بموضوع الزيت، وهو الموضوع الاهم دلوقتي بالنسبه للسلع التموينيه. ايه بالظبط القرارات اللي حضرتك خدتها في موضوع الزيت؟ شوف سيادتك، انا جيت لقيت في مشكله كبيره جدا في الزيت. الزيت سلعة شعبية وأساسية خصوصا عن الطبقات المتوسطة اللي بتستعمله في جانب كبير جدا من غذائها، في مسائل الآلية، في مسائل التحضير الغذاء. الحقيقة كان المواطن ليه على البطاقة كيلو ونص، نص حصة، نص كيلو حصة أصلية وكيلو حصة إضافية. هذا الزيت كان زيت خليط من عباد الشمس بالإضافة إلى فول الصويا. فول الصويا ليه ميزه صحيه مهمه جدا، ان في ماده الاوميجا 3 اللي بتقي الانسان من تصلب الشرايين والدهون وبيسيح الدهون، وزيت هام جدا. زيت عباد الشمس لا توجد فيه هذه الميزه الصحيه. الحقيقه كانت توجه الوزاره في الفتره الماضيه قبل ما احنا نيجي الوزاره الجديده ان تقتصر الكميه على 920 جرام فقط للفرد، وتكون من زيت عباد الشمس، وأصدرت أوامر إلى مصانع الإنتاج إنها تكتفي بزيت عباد الشمس. زيت عباد الشمس فيه مشكلة في استيراده، إنه بيجي من منطقتين بس في العالم بالكامل استيراد. منين يا فندم؟ بيجي من منطقتين، المنطقة الأولى أمريكا اللاتينية، وبيستهل وبياخد حوالي بيستغرق حوالي شهر كامل في الشحن، أو بيجي من منطقة البحر الأسود ومنطقة بحر قزوين. والمشكلة هنا إن منطقة بحر قزوين إن في 3 أشهر البحار دي بتتجمد وبيمتنع فيها التصدير. لما انا اجي اعتمد على غذاء الناس على منطقتين فقط، وده خطا استراتيجي، وفي نفس الوقت ان منطقه منهم بتتجمد 3 اشهر ما بيجينيش واردات، بتبقى مشكله كبيره جدا. ده بالاضافه الى ان سعره اعلى في الطن من 100 الى 150 دولار للطن. الامر الثالث انه زيت بيتطاير، يعني شكاوى المستهلكين منه انه بيقولوا الست اللي بتقلي بتحط في الطاسه 200 جرام بيبقوا 100 جرام او 50 جرام، فمحتاجه الدبل عشان تقدر تعمل الكميه اللي عايزه تقليها. ده بالاضافه لانه في الطعام ملوش طعم، وفي نفس الوقت خفيف، يعني بتستهلك اكتر. فطبقات الدنيا اشتكت، قالت لا احنا مش عايزين ده، احنا عايزين زيت العباد والخليط. الخليط، لكن انه اكتر صحه يا فندم ان يبقى معايا عباد الشمس بس ولا نعمل خليط؟ يعني لا، هو الخليط قالوا لنا، احنا سالنا الحقيقه وزاره الصحه قالوا ده فيه اوميجا 3 اللي هي مفيده، اللي هي في فول الصويا مفيده جدا للانسان وبتعالج التصلب الشرايين. المشكله كمان الاهم ان هم كانوا عملوا دراسه قبلها انهم كانوا هيوفروا الدوله 2.8 مليار مليار جنيه. مليار جنيه في انه خفض الكميه من كيلو ونص للفرد الى 920 جرام. لما هو ادوا التعليمات دي للشركات، الحقيقه حصل مشكله ان الشركات مش مؤهله لانتاج زيت العباد فقط. يعني هي التكنولوجيا اللي موجوده بتعمل الخليط لكن ما بتعملش عباد. ده بالاضافه الى ان هو منع استيراد فول الصويا، فده ترتب عليه ان الكميات اللي موجوده بقى لها شهرين ما بتصلش كامله للمستهلكين. الحقيقه انا عملت اجتماع مع شركات الانتاج واتفقنا ان احنا نعود فورا الى الخليط، وان ندي كل الكميات اللي موجوده تنزل للمستهلكين، ولقيناها هتغطي حوالي 80% من حاجه المستهلكين الشهريه. وقلنا، وانا اعتذرت للمواطن، ده خطانا احنا كحكومه مع انه هو خطا الحكومه السابقه، لكن المواطن من حقه ان احنا نعتذر له، واعتذرت له رسميا في الجرايد وفي وسائل الاعلام، وقلت له حقك عندي، والشهر الجاي هتاخد الحصه مضاعفه ولن تضيع.
يعني حضرتك تديله الحصه مضاعفه كتعويض لان ما خدش الحصه. هما لن يتجاوزوا 15 الى 20% من المستهلكين. طب احنا كده بنرجع تاني ال 1500 جرام ولا لا؟ الكيلو ونص مظبوط. الكيلو يعني الكيلو ونص بيرجع تاني للناس مش ال 900 لا الكيلو ونص. طيب هل ايه كان الهدف من فكره زيت عباد الشمس؟ يعني ايه كانت الاستراتيجي اللي في دماغهم؟ هما كان الهدف انه بيساهم في سد جزء من عجز الموازنه اللي تجاوز 200 مليار، فهيوفر 2.8 مليار. لكن حضرتك شايف ان التوفير ده ما يجيش امام اولا المخاطر اللي بيتعرض لها المواطن من زيت ناقص ماده الاوميجا 3 وبعض الفيتامينات الاخرى. الحاجه الثانيه انها ما تحققش الاستخدام الكامل للمواطن، المواطن ما بيحقق يعني المواطن حس اولا بانتقاص الكميه اللي محتاجها، خصوصا ان الانواع الزيوت الاخرى يعني بتبقى اغلى شويه على المواطن البسيط. المواطن كان دايما الفتره اللي فاتت بيشكو من رداءه نوع السلع التموينيه، هل حضرتك بصيت في هذا الامر؟ ده بسيط، واحنا بصدد الحقيقه دراسه المنظومه كلها، واحنا عندنا فكر جميل كده يعني نامل انه انا بامله من زمان انه يتحقق في وقت من الاوقات، ان انا اوصل المواطن احقق العداله الاجتماعيه في التوزيع من خلال ان المواطن يبقى بنفس البطاقه اللي بياخدها دي اللي هي البطاقه التموينيه يصرفها من اي سوبر ماركت مش من البقال التمويني. يعني يبقى المواطن البسيط ده يدخل ينقي حاجته من على الرف في حدود القيمه اللي البطاقه دي فيها. بس هي المشكله اللي قدامي في الدراسه اللي انا بعملها حاليا ان عندي 25,000 بقال تمويني بيتكسبوا وفاتحين بيوت، لكن احنا مع اتحاد الغرف التجاريه بنشوف اليه تحقق لهم كسب من نشاط مماثل او نشاط اخر، لكن لابد ان احنا يبقى في عداله اجتماعيه حقيقيه. في فساد في منظومه المنقصات والتوريدات وده بيعبي قد يعني يتناسى الضمير شويه في ان ده رايح للغلابه مش مهم، لا انا عايز الغلبان زيه زي كلنا واحد يدخل السوبر ماركت وينقي حاجته بنفسه بذات القيمه اللي انا بديها له من على الرف زيه زي كل واحد. وده متخيل ممكن يحصل امتى؟ والله انا عايز احاول، بحاول لسه وبندرسها، وده كان امل عندي على ضوء تجاربي في سنوات خبرتي في التموين الحقيقه، كان نفسي نوصل لدي. بس ده كده انت حضرتك بتحول، وده فكر الحقيقه يعني مثير للاهتمام الحقيقه جدا، كانك بتحول الدعم السلعي ده لدعم نقدي. هو نقدي بس محظوره صرفها الا في سلع غذائيه، علشان لو الاب مدمن او كده انا مش هديله فلوس يروح يشتري بيها حاجه تانية. صح. انا اضمن انه جاب نفس السلع الغذائيه لاولاده. ده الحقيقه ده يعني الحقيقه فكر متطور جدا، لان احنا عايزين نوصل ان احنا نقدم له دعم نقدي مشروط. بالزبط. ان هو بيدخل عياله المدارس. بالزبط. وان هو ما فيش اميه وما الى ذلك، وفي نفس الوقت نفتح له مساحه ان هو يختار ويعيش حياه كريمه ويبقى فعلا ارتقينا بالمواطن وحققنا مبدا هام من مبادئ ثورة 25 يناير وهي العدالة الاجتماعية. طب الرز كان دايما عندنا مشاكل انه في سوس وغير صالح للاستخدام، هل والله شوف انا هقول لسيادتك انا لقيت خلل في المنظومة. منظومة توريد السلع دي. يعني وزارة التموين بتتعاقد عندها هيئة السلع التموينية بتحط مواصفات واشتراطات للسلعة، لكن وبتشترط ان الرز يكون انتاج هذا العام طازج حبة عريضة من نسبة الكسر ما تزيدش عن 12%، لكن الراجل اللي انا تعاقدت معاه انا كوزاره التموين بيروح يورد الكميات دي لشركتي الجمله اللي يتبعوا وزاره اخرى. لم ما حضرتش معايا في التعاقد ولا عارفه حاجه عن شروط التعاقد، وبالتالي الراجل لو سلمه اي حاجه بيستلم. ده ناهيكي بقى عن ان عمليات الاستلام، بس ده ما كانش موجود قبل كده، وحضرتك كنت مسؤول عن التفتيش في وزاره الداخليه يعني. بس هي الحقيقه جت في التحول للنظام السوق الحر لما عملنا شركات قابضه. احنا كان تبع الشركات دي كلها تبع وزاره التموين، كان 44 شركه. صح. ما بين غذائيه واستهلاكيه. النهارده الشركات دي اصبحت بعيده عن وزاره التموين، فاصبحت تتبع السيد وزير الاستثمار او وزاره الاستثمار، فاللي بيستلم الوزاره اللي بتستلم غير الوزاره اللي بتتعاقد. ده مش ده لازم يتصلح، فده خلل في المنظومه. بل بالعكس، ده بعد كده بيسلمها لقطاع خاص يعيد توزيعها او قطاع تعاوني بعيد خالص عن الاثنين، وبالتالي ممكن في الحلقات دي تستبدل السلعه الجيده يحصل فيها خلل في الاستلام. فحضرتك بالتالي عايز تحول ان هي نفس وزاره واحده اللي بتستلم وبتتعاقد ده بالظبط يبقى تحت رقابه. ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي،
الى ان نصل للحاجه اللي انا بحلم بيها اللي هي الكارت النقدي اللي المواطن يبقى حر في انتقاء الاشياء اللي هو عايزها. كان الوزير السابق وعد بالمكرونه والفول اعتقد هديه من الوزاره في شهر رمضان، هل ده هيكمل؟ هو الحقيقه احنا كان عندنا قبل رمضان الكميات الفول في مصر ما كانتش تكفي لحاجه المجتمع بصراحه. كميات الفول؟ الفول، لان احنا بنستورد حوالي 60%. ليه فندم ما كانوش بيستوردوا فول ولا احنا هي؟ بنستورد 60% من الفول. احتياجاتنا من الفول. ما كانوش بيستوردوا فول؟ لا يعني كان تقريبا، فالكميه اللي موجوده كانت يا دوب تكفي في شهر رمضان المطاعم والباعه والانشطه وبعض الاستهلاك المنزلي. ده رمضان فول؟ فاحنا عملنا مناقصه لاستيراد الفول، في الحقيقه ما جالناش فول لان السوق ما فيهوش. لكن عملنا مناقصه للمكرونه جت، فالمكرونه اللي جت بنوزعها حاليا على المستهلكين. اذا في قضيه التموين، ايه يعني فكره حضرتك في تطوير القصه دي في قضيه السلع التموينيه قبل ما ننتقل لقصه اخرى؟ شوف سيادتك، احنا طالما في سوق حره لازم نلتزم بقواعد العرض والطلب. وزي ما قلت لسيادتك احنا عايزين المواطن اللي قدر يعني يفرض ارادته السياسيه على الواقع السياسي هو نفسه اللي يفرض ارادته على الواقع الاقتصادي ويتحرر ويحس بالعداله الاجتماعيه ويبقى عنده انتقاء واختيار للسلع الحره. الحرة الجيدة ينتقيها بنفسه وبذاته، واحنا دورنا يبقى رقابي لهذه السلع. الجيد بنسيبه يتعرض، اللي فيه اي عيب او خلل او غش او نقص في الموازين ده بنظبطه. ننتقل للقمح، واحنا تهارينا طول السنه اللي فاتت الحقيقه الاكتفاء الذاتي، وكنا بنقول لهم يا جماعه بالحساب كده الف ب وحساب واحد زائد واحد بالزبط. يعني ده غير منطقي، كنا نشعر ان الارقام غير حقيقيه وغير واقعيه. وجدت المخزون قد ايه؟ ماذا ستفعل في هذه القضية؟ شوفي سيادتك احنا لقينا قنبلة موقوتة لسلعة استراتيجية يعلم الله خطورتها في حياة الناس. عيش يعني كان أول شعار من شعارات ثورة 25 يناير عيش. للأسف الحكومة السابقة وتحديدا وزير التموين السابق أمر الجهات التابعة للوزارة كلها بعدم استيراد قمح نهائيا طول الأربع أشهر الماضية. اعتقادا الى ان انتاجنا من القمح هيصل الى 9 مليون طن. الحقيقه احنا يعني انا يعني حسب عمري في الحياه الوظيفيه اللي كلها مرتبطه بالتموين، احنا عمر وزاره التموين ما سوقت من القمح المحلي اكتر. السنه اللي فاتت كان اعلى نسبه كان 3.7 من 10 مليون طن. السنه دي اللي قالوا ان احنا هنحقق 9 مليون طن ما حققوش الا 3.6 من 10 مليون طن، اقل 100 من السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت، من السنه اللي فاتت. فكان لابد احنا طبيعي احنا انتاجنا من القمح لا يكفي الا تلت احتياجاتنا، والتلتين بنستورده عشان الرغيف المدعم. فاحنا بنستورد حوالي 6.5 مليون طن. لما يجي يوقف اربع اشهر والرصيد لا يكفي المده الاستراتيجيه وهي 6 شهور، كان يكفي فقط 3 شهور المحلي. وما ينفعش ابدا اطحن المحلي لانه بيبقى الرطوبه عاليه فيه وفي النهايه اثر على جوده الرغيف. جوده الرغيف تقل المنتج النهائي، ثم ان انا بستخدم القمح المحلي في تبييض الدقيق اللي بيجي من قمح مستورد، لان القمح المستورد بيجي قمح صلب بيطلع يعني نقدر نقول بني او اسمر. مظبوط. وبالتالي انا بستعين بخلط نسبه كنا 60 مستورد و40% محلي. لكن هو خلانا نجور على المحلي بقى هو الاساس، وهو لسه انتاج جديد كله رطوبه يعني بيأثر في جوده الرغيف. وفي نفس الوقت زنقنا احنا، لان انا لا بشتري من بورصات عالميه، المفروض انا بيبقى عندي فرصه للاختيار والانتظار لاقل نقطه في السعر ابدا ادخل اشتري. انما يا جماعه دي بورصه الواحد بالزبط. بيختار انما انت تسيبني النهارده انا تقول لي النهارده لازم تشتري والا ما نوصلش للمخزون الاستراتيجي في السعر تشتري بسعر اغلى. فلا اشترينا الحقيقه، اشترينا 740 الف طن في الاسبوع اللي فات. اشترينا منين يا فندم؟ اشترينا من اوكرانيا، من اوزبكستان، من روسيا. اشترينا 740 الف طن، وبعد ما الرصيد كان يعني يقعد لاول نوفمبر يكفينا الاول نوفمبر اربع اشهر، وصلناه النهارده لاخر ديسمبر، وده في حدود الامان التام ولسه بنشتري.
علشان نضمن المخزون دايما يبقى في الامان. يبقى نطمئن الناس ان الحقيقه الحكومه السابقه كانت بتتكلم ان لدينا اكتفاء ذاتي كامل وخلاص وصلنا للامان، لكن كانت سايبانا بمخزون قمح شهرين بس، لكن نطمئن يعني سيادة الوزير بيطمنا ان عندنا مخزون الان حتى الى نهايه ديسمبر، وده في حدود الامان التام. طيب الناس تيجي تقول هم سوقوا الموضوع ازاي، ان احنا عايزين نقلل الاستيراد ونقلل صرف العملة الاجنبية ونزود المزروع في الارض، واحنا عايزين ناكل ونشرب من قمحنا ومن ارضنا، ومحدش يكره ده. شوفي سيادتك، احنا كلنا بنحب بلدنا ونتمنى نحقق الاكتفاء الذاتي، واحنا بنسعى مع السيد وزير الزراعة لهذا الغرض. يعني انا قعدت معاه اكتر من قعدة، والحقيقة احنا متفقين تماما، واتفقنا كمان على ان احنا القمح نزرعه السنة الجاية إن شاء الله بعد ما نعلن عن الأسعار بنظام الزراعة التعاقدية. يعني إيه فن؟ بمعنى إن كل اللي عايز يزرع قمح وياخد تقاوي من عندنا ومبيدات وأسمدة يعمل عقد مع البنك التنمية والائتمان إنه ياخد الحاجات دي من عندنا مدعمة مقابل إن أنا هشتري منه كامل إنتاجه. فمن أول الموسم بدل ما نقعد نقول إحنا دافعين زارعين 9 مليون طن لا 5 مليون طن، يبقى أنا عارف على قد العقود اللي عندي اللي تعاقدت مع الفلاحين عارف كام كميتي كام، وعلى ضوها ابني سياستي الاستيرادية من الخارج. ده نوع من الاسلوب العلمي معترف به في كل العالم، الزراعات التعاقدية الولايات المتحدة بتعمله وبعض دول اوروبا. الامر الثاني، واحنا متفقين مع السيد وزير الزراعة على هذا الاسلوب. الامر الثاني، انا الاول مرة لقيت ان التمثيل التجاري وهو يتبع وزارة التجارة والصناعة وزارة التمويل لا تتعامل معه، مع ان ده العين بتاعتي في الاسواق العالمية. وده اللي المفروض يقول لي اشتري امتى، اشتري من مين، افضل الدول ايه، افضل الاسعار ايه. ده انا مش عايز اقول ده نوع من التجسس الاقتصادي كل دول العالم بتعمله. فازاي العين بتاعتي انا ما استفدش منها، ودي خبرات وعايشين في نفس البيئات ونفس الاسواق، وليه دايما الصفقات القمح تبقى صفقات في اتجاه واحد، اشتري وادفع عمله صعبه. طب ليه النهارده ما يشوفليش كمان السوق ده عايز ايه من عندي، ونعمل جزء من الصفقات المتكافئه او نعمل تبادل. فانا الحقيقه برضو اتفقت مع السيد وزير التجاره والصناعه ان احنا نقعد مع التمثيل التجاري، وقلت له وطلبت منه ان انتدب لي احد خبراء التمثيل التجاري يشترك معنا في لجان تسويق القمح في وزاره التموين، علشان نستفيد من خبرات المتاحه قدامنا. احنا مش هدفنا الاستيراد، لكن هدفنا برضو ان احنا ننمي الاقتصاد القومي. فلو خدنا جزء، بقولش كل، جزء من هذه الصفقات، يبقى فيها جزء من الصفقات المتكافئه، يبقى فتحت نوافذ لصادرات مصر وشغلت الاقتصاد المصري وقللت شويه من استنزاف الموارد الاجنبيه. طب الكلام عن توسيع رقعه زراعه القمح، ما هو ده لازم يكون له علاقه بالسياسه الزراعيه، ايهما افضل بالنسبه لي، ان انا اوسع رقعه زراعه القمح، ولا انا عندي الحقيقه سيل يعني زراعات اخرى بصدرها وبتجيب لي عمله صعبه؟ يعني في راي حضرتك التوازن يكون ازاي في شوفي سيادتك، اولا انا يعني اعلم جيدا ان الاسواق العالميه فيها مخاطر الاعتماد عليها. يعني منظمه الفاو بتعلن من 2008 ان العالم داخل على مجاعه. مظبوط. وفي سببين خطرين جدا لازم نحطهم يعني في الاعتبار. السبب الاول ان الظروف المناخيه في العالم كلها اصبحت غير طبيعيه وغير مواتيه. ريسكي. وبتاثر على المحاصيل الزراعيه والمحاصيل الاستراتيجيه بصوره خطيره. يعني مثلا بلد زي الهند سنه 2010 دي بتنتج سنويا 50 مليون طن سكر، وهي تالت بلد انتاج السكر في العالم. وبتستهلك 35 مليون طن، وبتوفر للسوق العالمي 15 مليون طن. في 2010 بسبب الظروف المناخيه انتجت 25 مليون طن. فبالتالي تحولت من دوله منتجه الى دوله مستهلكه، واشترت من السوق العالمي 10 مليون طن، دي الهند. وده اثر على المعروض. الاتحاد السوفيتي حصل السنه اللي فاتت 2011 اللي قبل اللي فاتت، حصل ظروف مناخيه لغت جميع تعاقداتها الخارجيه في القمح، واحنا كان لينا تعاقدات معاهم. قالوا لان في ظروف مناخيه قللت في محصول. ده الاعتبار الاول او الخطر الاول اللي بيواجه الدول اللي بتعتمد على الاستيراد. الامر الثاني، النهارده كل ما بتتعافى اسعار الطاقه بيلجأوا الى الطاقه البديله او الطاقه الحيويه اللي على حساب المحاصيل الاستراتيجيه من المحاصيل الزيتيه والسكريه والحبوب. وده بيؤدي الحقيقه الى مشاكل كبيره جدا في وفرة هذه المحاصيل، بتقل في الأسواق العالمية وسعرها بيرتفع. طب ده يعني القمح يعني صوامع برضو. بالزبط. يعني مش بس زراعة، صوامع. موضوع الصوامع ده مهم جدا، لأن بدون التخزين ده، أنا لو زودت رقعة الزراعة قد كده بدون أن يكون لدي صوامع مؤهلة لتخزين، أنا ما عنديش يعني. ما أنا عايز أطمنك بالنسبة للصوامع الحقيقة، والحقيقة برضو ده فضل الحكومة اللي قبل دي.
مش حكومه قنديل اللي قبلها، حكومه دكتور جنزوري، وبالتحديد حكومه دكتور جنزوري واللي كان فيها وزير تموين الدكتور جود عبد الخالق. الحقيقه عمل اتفاق مع الصندوق السعودي للتنميه وقدر يوفر التمويل الاجنبي لبناء 25 صومعه جديده. احنا بدانا فيهم، منهم ده بالاضافه ل 25 صومعه قائمه، احنا هنفتتح ال 25 فيهم في دسوق يمكن بعد العيد مباشره. احنا كان المستهدف في مشروع الصوامع ان احنا نبني 50 صومعه، فاحنا بدانا خلصنا ال 25، والشهر الجاي هنعلن عن مناقصه ل 15، ثم بعدها مناقصه ل 10، لان التمويل متوفر بالاتفاق مع الصندوق السعودي للتنميه، وده الحقيقه هيحقق اكتفاء ذاتي لنسبه كبيره جدا من استهلاكنا من القمح ويحمي محصول القمح. يعني اذا في قضيه القمح كانت اكذوبه كبيره كما توقعنا، زي ما قلنا للناس اكذوبه كبيره فكره الاكتفاء الذاتي من القمح، بل اننا تركنا بمخزون شهرين، وده الحقيقه قاله حتى باسم عوده لما خرج وكانه يفاخر بانه يضغط على المجتمع المصري، واحنا سايبين هنشوف بقى هيجيبوا القمح منين. بالظبط. طيب ننتقل لقضية تانية مرتبطة بالقمح اللي هي العيش. جودة رغيف الخبز يعني مشكلة بتواجه المصريين بقالها فترة، ثم موضوع يعني الفصل بين الانتاج والتوزيع، يعني افكار حضرتك بالنسبة لجودة رغيف العيش. والله شوفي، احنا انا اول حاجة عملتها عملت اجتماع مع الغرفة التجارية وغرفة صناعة الحبوب واصحاب المخابز، شعبة اصحاب المخابز، واتفقنا الحقيقة ان الناس دي قاموا بدور وطني. الحقيقه رغم مصر مرت بحالات اضراب ومطالب فئويه كتيره، الناس دول التزموا وكانوا ملتزمين الفتره اللي فاتت، فاحنا بنطلب منهم انهم يجودوا الرغيف لانهم الحقيقه بيتحكموا في نسبه كبيره جدا من صناعته، وهم التزموا قدامنا ان هيحصل تجويد لحاله الرغيف. احنا اجهزه الرقابه بتاعتنا بتراقب السوق وبتراقب المواصفات والجوده والاوزان، وبندرس بقى المنظومه فروم اي تو زد مره تانية بمشاركه مجتمعيه زي ما قلت ساتح لجمعيات حمايه المستهلك وجهاز حمايه المستهلك، اللي بيها لازم نصل لحل جذري لمشكله رغيف العيش في مصر. عيب قوي يبقى العيش مرمي في الشوارع، بيتعرض للعوادم بتاعه السيارات والاحذيه تتحط في البترين. احنا بنحافظ على الصحه العامه ولا بندمر الصحه العامه؟ لابد ان الخبز يتداول معبأ، لابد ان نرتقي بجوده الخبز. ففي الحقيقه اكتر من سيناريو بنجهز له علشان نتفق عليه ونبدا نطبقه ان شاء الله. اعتقد هيبقى في منظومه جديده تحسن الرغيف وتضمن انه يبقى جيد. كان اعتقد انا كنت عملت حلقه على مع اصحاب المخابز، وكان وقتها حد من وزاره التموين على ما اذكر، اصحاب المخابز كان عندهم مشكله في فارق السعر، يعني بيقول لك انت بتديني على الطن كذا انا ما اقدرش، كان عندهم مشكله في هامش الربح. احنا كحكومه مش هدفنا ابدا نجور على احد، لازم صاحب المخبز ياخد حقه ويستريح عشان يريح المستهلك. بس برضو احنا عايزين، انا قلت لهم الكلام ده في اول اجتماع، وبرضو في نفس الوقت ما احناش عايزين حد يتنصح على حد او يحقق كسب على حساب حد، او بمعنى اخر يضحك على حد. يعني لا الحكومه تضحك على اصحاب المخابز، ولا اصحاب المخابز يضحكوا على الحكومه، ولا احنا الاثنين نضحك على المستهلك. احنا عايزين نشتغل بشفافيه، وكل واحد ياخد حقه بس يدي التاني حقه. يعني توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات هل هيستمر؟ ده طرح من خلال الحكومات السابقه، هل هتستمر؟ كل اولا احنا بندرس كل ما طرح من الحكومات السابقه اعاده دراسه في ضوء، لان الظروف بتتغير وبيعاد دراسته، واللي بنلاقيه في صالح المجتمع وصالح المستهلكين هو اللي هيطبق. فيش اي قرار خده الوزاره اللي فاتت دي شايف انها كان قرار ممكن تبنوا عليه؟ لا في، يعني احنا مثلا هقول لسيادتك، لا في إضافة المواليد. ماشي. إحنا الحقيقة إضافة المواليد ده ما دام في صالح المستهلك إحنا مش جايين نهدم، إحنا جايين نكمل ونبني. فالحقيقة الحكومة قالت لا، إحنا ملتزمين كل المواليد اللي هتبلغ هيتم مراجعتها، وبمجرد انتهاء المهلة اللي هي بانتهاء شهر 10 هنبدأ شهر 1 يعني ندرس الحالات ونشوف إذا هيكون حد مقرر أو مش مقرر. كل أصحاب الحق هيصرفوا ويضافوا للبطاقة. هل عندكم يعني تقدير لعدد، يعني كان في إضافة المواليد جديدة من 1 يناير؟ دلوقتي يمكن دخل طلبة قيد حوالي 5000 وشوية. بس.
مش كتير برضه. لا مش كتير. يعني ده بنتكلم في المواليد من 2006 لحد 31 ديسمبر 2011 بالزبط. على ما اعتقد بالظبط، ولسه هي لاخر شهر 10 مفتوح. اذا مفتوح باب اضافه المواليد لبطاقات التموين حتى نهايه شهر 10. طيب المخزون بقى من طب ده هيشكل، هل عندكم تقدير هيشكل قد ايه على ميزانيه الدوله؟ هو حتى لو شكل، احنا بنعمل دلوقتي حاجه اسمها مراجعه للبطاقات بيننا وبين وزاره التنميه الاداريه ووزاره الداخليه اللي هي قاعده بيانات الاحوال المدنيه، ودي طلعت الحقيقه اسماء كتير جدا، اما متوفين او مهاجرين بره مصر او لا يستحقوا الصرف او مقررين في اكتر من بطاقه، ولسه جاري حصرها الحقيقه. كان لو رجعت تاني لاصحاب المخابز كان لديهم متاخرات لدى الوزاره، هل المتاخرات دي؟ لا انا الحقيقه خطبت السيد وزير الماليه واحنا في انتظار ان احنا ناخد جزء من مستحقاتهم علشان يستقر هذا القطاع. ايضا اصحاب المخابز من العيش الطبقي كان عندهم مشاكل مع اللي هو تسليمهم شوال الدقيق ب 320 بدل من 90 جنيه يعني. احنا بندرس مشكلتهم برضو وهنحلها الحل المرضي اللي بيها يحقق وفرة في الخبز ده وجودته. البنزين والسولار، ودي قضيه انا عارفه ان بتشترك فيها مجموعه من الوزارات. ما انا عايز اقول لسيادتك، لكن احنا بنراقبه، احنا بنراقب ما يطرح في السوق، لكن احنا عارفين من خلال المسؤوليه التضامنيه في الوزاره، وزاره البترول اعلنت في مجلس الوزراء ان من هنا لاخر السنه لن توجد ازمه في المواد البتروليه، ان شاء الله كلها متوافره وانها تحت السيطره. كان دكتور مرسي في اخر خطاب ليه اللي هو قبل بتاع الشرعيه ده كان قال لك اللي هنؤمم او يعني اي هنسحب تراخيص اي محطه بنزين مش عارفه بتمشي يعني اصحاب محطات البنزين خافوا. والله شوفي احنا في قانون بيلزمنا ان احنا نراقب كل الانشطه. لو هناك خلل او خروج على القانون فمفيش حد فوق القانون، هنطبق القانون عليه سواء كان صاحب محطة بنزين أو متعهد نقل أو حتى مستهلك بيجمع أو يسيء استخدام السلع المدعمة أو بيحصل على حصة بدون وجه حق. لكن نظام الكروت في الحصول على السلع التموينية ده بيبقى قرار المفروض سياسي بندرسه حاليا تاني مع وزارة البترول ووزارة التنمية الإدارية. اسمح لي نخرج فاصل قصير وبعد الفاصل هنواصل هذا الحوار ونستقبل أيضا تليفوناتكم كانت لديكم أسئلة للسيد وزير التموين. فاصل ونرجع.